الآن السيد الصدر بخيار الانسحاب نفس عن الإطار أم زاد في خنقه أكثر؟ إنه هذا الموضوع إحنا قبل أسبوعين إلى ثلاثة كان عندنا علم به من خلال اجتماع السيد جعفر الصدر مع السيد هادي العامري وتقريبا ماخذين الاحتياطات اللي ما قلتوا لنا. طبعا هاي معلومة مو جديدة ولكن لم يتم الإفصاح عنها. اي وكانت حتى فكرة الاستقالة الجماعية هي موجودة من ضمن المحادثات في تلك المرحلة. لذلك اليوم احنا يعني تدري شنو الغريب سيد علي؟ صارت عندنا سيد علي شوية تحملني. الغريب انه الإطار يدري انه السيد الصدر راح ينسحب وحلفاء الإطار وحلفاء التيار ما يدرون. ترى هذا اللي كلش غريب. يعني هاي المشكلة الحقيقية. لا احنا هاي قلت لك يعني هاي كمعلومة دقيقة وحقيقية. نعم. انه قبل اسبوعين الى ثلاثة بالزيارة اللي اجى بها السيد الصدر للسيد هادي العامري واللقاء انه يعني كانت تطرح كنقاط ومقترحات اذا لم نصل الى مرحلة انهاء الانسداد فسنصل الى هذه النتيجة. بالنتيجة النهائية احنا اليوم اذا كانت هذه الاستقالة الجماعية هي بوادر ممكن ان تكون لشق الصف الشيعي فتيقن بان كل الاطار سيكتب استقالات جماعيه لكي لا نعطي الفرصه لاحتقان الشارع الشيعي او لمرحله تصادم.